رشاد السامعي، رسام كاريكاتير، فنان تشكيلي، أمارس هواية التصوير الفوتوغرافي وقت الفراغ، أكتب الشعر العامي أيضا وقت الحاجة لكتابة الشعر بسبب انشغالي برسم الكاريكاتير. بدايتي كانت مثل أي طفل عنده ميول للرسم، أتعلق بالألوان، أتعلق بالأشكال والتكوينات. مرحلة كانت بسيطة طبعا بالنسبة لي في البداية، كراستي كانت جدران المدرسة، طربيزة الدراسة، أوراق الدفاتر، كنت أي حاجة ممكن أرسم عليها كنت أرسم، بس كانت هي مرحلة أولية، لأنه الفن التشكيلي أو الرسم هو يحتاج إلى موهبة في البداية. في المرحلة الثانوية بدأت أرسم شخوص، وجوه بأشكال كاريكاتورية، ربما كانت هي البداية الأولى بالنسبة لي في مجال الكاريكاتير. كنت أرسم الوجوه أو وجوه الأصدقاء، خاصة الأصدقاء يعني، وكان هذا الموضوع يعني محبب عندهم، وكانوا يعني تخلق نوع من السعادة بالنسبة لهم. الشخوص الكاريكاتورية كانت ممتعة يعني، وكنا نستمتع كلنا، حتى أنا كنت استمتع يعني بالموضوع، مش عارف إنه كانت هذه هي البداية الأولى لفن الكاريكاتير. مع حرب العراق الأولى كنت أشوف اهتمام الناس بالسياسة، أنا كنت مش فاهم بالسياسة طبعا، بس أشوف اهتمام الناس بالسياسة، بمتابعة الحرب، بتأييد الراحل صدام حسين في اليمن هنا، وكنت أنا شي شاركهم الفرحة وشي شاركهم الاهتمام، بس بإيش فكرت يعني بإيش أقرب حاجة كانت لي إن أنا أرسم الكاريكاتير. ما كنت أقدر أرسم الكاريكاتير، لكن كنت بدأت بفن يشبه الكاريكاتير لحد ما، هو فن الكولاج. يعني كنت أقص الصور من المجلات، صور صدام حسين، صور الشخصيات الأمريكية كذا، أي حاجة متعلق بالحرب، وأقوم ألصقها على ورقة وأكمل الشكل بالتعليق. هذا كان كمرحلة أولى للكاريكاتير، وكان هذا العمل كان يلاقي استحباب عند الناس لدرجة أنهم كانوا يشتروا. يعني أنا كنت أفعل أنتج هذا الأعمال وأوديها المكتبة، صاحب المكتبة يقوم بطباعتها ويبيعها من 3 ريال من 5 ريال، كنت أحصل لي يعني مبلغ بسيط، أقسم المبلغ بيني وبينه 5 ريال، يأخذ له ريالين أخذ لي 3 ريال. كان هذا الأمر مشجع بالنسبة لي، وأمارس هوايتي وبنفس الوقت ألاقي متابعة من الناس. في المرحلة المهمة كانت بالنسبة لي مرحلة الجامعة، أول سنة في الجامعة شفت الجو مختلف في الجامعة، الجمهور مختلف، الاهتمام مختلف أيضا. رسمت 5 أعمال فقط، كانت أول أعمال تعتبر أو نستطيع أن نقول عليها أنها فن كاريكاتير. شاركت في بالخمس الأعمال هذه في معرض تشكيلي، طبعا الفنانين التشكيليين أصدقائي فيما بعد، بس اعترضوا على الفكرة، يعني كيف أنت رسام كاريكاتير وتشارك بمعرض تشكيلي؟ فحصل شد بعض الشيء، لأنه ما ينفعش جيب أعمال تشكيلية بنعرض لك هي. لكن أصر بعض الزملاء إنه هذا ما زال في صف، يعني في مرحلة أولى أو في سنة أولى، خلونا نشجعوه وندعمه. وفعلا شاركت ب5 أعمال، كانت بالنسبة لي هي النقطة أو بداية النقطة التحول. وأتذكر كلمة لا أنساها للدكتور عبد الله الضيفاني، الله يرعي بالخير، زار المعرض ولفت انتباهه الأعمال الكاريكاتورية، سأل من رسم الأعمال؟ قالوا له فلان هذا اللي رسم، يعني رشاد. صيح لي قال لي هذا مستقبلك يا ابني. أنا طبعا ما استوعبتش كلمته، إيش يعني مستقبلي؟ مش عارف أنا إيش قصده، يعني هذا مستقبلك يا ابني. يعني كنت أنا أزور المكتبة وأقلب المجلات والصحف، أشوف صور الرسامين أو الكاريكاتورات اللي ينشروها الرسامين، خاصة المرحوم عارف البدوي، الفنان عارف البدوي الله يرحمه، الفنان محمد الشيباني، أبو سهيل، كنت أشوف أعمالهم وأتمنى بيوم من الأيام إنه عملي، يعني حلم إنه يكون عملي موجود في مربع أو في خانة من اللي يرسموها، يعني في الصفحة الأخيرة أو في داخل، المستحيل، أنا أشوفه كان مستحيل يعني.
في مرة من المرات من الأصدقاء اللي كانوا يتابعوا أعمالي في المكتبة نصحني قليل ليش ما تنشرش بصحيفة الجمهورية. أنا طبعا شفت الموضوع هذا مستحيل إن أنا رسمتي تنزل بصحيفة الجمهورية. قال لي بس حاول ارسم الرسمة ونشرته في أو ارسليه لصندوق القراء. صندوق القراء كان موجود خارج الصحيفة حتى إنه دخول صحيفة الجمهورية أشوفه أنا حلم يعني. جلست أتابع الصحف في المكتبة كل يوم. الأسبوع الأول ما نشرتش، الأسبوع الثاني ما نشرتش، بديت أشعر بالإحباط إنه رسمتي ما نزلتش. في الأسبوع الثالث كان صاحب المكتبة محتفظ لي بالجريدة، قال لي رسمتك نزلت في صحيفة الجمهورية في صفحة القراء. يعني كان بالنسبة لي خبر غير عادي إنه رسمتي تنشر في صفحة القراء. بديت أرسم، طبعا أنا ما كنت فاهم بالسياسة وقتها، مش عارف إنه الصحيفة كان لها سياسة معينة لازم تمشي عليها. كنت أرسم في بعض الرسومات كانوا ينشرين وبعض الرسومات كانت لا تنشر، مش عارف ليش، فهمت بعدين يعني. المهم بعد فترة من الفترات التقيت بواحد من الصحيفة يقول لي ليش ما تنزلش تستلم المخصص المالي حقك. هذه كانت الصدمة الثانية بالنسبة لي. الصدمة الأولى أنه نشرت لي رسمة، يعني قلت نشرت لي رسمة وكمان حصل فلوس، كانت مفاجأة بالنسبة لي. وفعلا نزلت استلمت مخصص مالي، أعتقد كان 800 ريال. 800 ريال كان مبلغ بالنسبة لي مشجع وحافز كبير أن أنا أستمر على الرسم. وبدأت ألفت انتباه رئاسة التحرير، بدأوا يتابعوا أعمالي في صحيفة القراء والصفحة الداخلية كمان الصفحة الفنية. بدأوا يسألوا منه هذا الرسام ونحتاج له. وفعلا كانت خطوة جديدة بالنسبة لي أن أنا أنضم إلى طاقم صحيفة الجمهورية وبدأت أرسم لصحيفة الجمهورية في الصفحة الداخلية. ومع الأيام الحمد لله بدأت أنافس على المربع الأخير وبدأت كون لي جمهور متابعين وبدأوا الناس يهتموا بفن الكاريكاتير. كنت مشغول بالكاريكاتير الاجتماعي أكثر ما كان يلفت انتباهي القضايا الاجتماعية. كنت مش مفضل أو ما كنتش أحب العمل السياسي خالص، كنت مركز على القضايا الاجتماعية، غلاء المهور، الغلاء، المرتبات، الكهرباء، الماء، كثير من الأزمات الاقتصادية. هذا ما لفت انتباه الناس وبدأوا يلتفوا حول الكاريكاتير وبدأوا يسألوا يعني من الرسام هذا اللي يناقش قضايا أنا ويعني يحاول يعكس صوتنا. وفعلا كونت لي جمهور محلي الحمد لله رب العالمين في وقتها. الكاريكاتير عموما هو ليس مجرد كاريكاتير هزلي للضحك، بالرغم انه مهم يعني انك تسخر او نسبة سخرية تكون موجودة واساسية في الكاريكاتير، لكن عموما انت لا ترسم من اجل ان تضحك الناس، لابد ان تكون لديك رسالة تتضمن الكاريكاتير. ما هو الهدف من الكاريكاتير؟ ما هي القضية التي تريد ان تعالجها؟ بنفس الوقت لا مانع او يفضل ان يكون الكاريكاتير ساخر. الناس تريد أن تضحك، لكن الضحك الضحك الذي يتضمن قضية، خليه يضحك لكن خليه يتألم. أنت في البداية يعني الكاريكاتير ألم مغلف بالفكاهة. ما هي القضية التي تريد أن تعالجها؟ والكاريكاتير والرسام الكاريكاتير يفترض أن يكون عنده هدف وعنده قضية معينة يريد أن يعالجها. القضايا اليمنية كثيرة، المآسي كثيرة في اليمن خاصة في ظل الحرب، والناس يعني لو فتحت المجال للناس، الرسام الكاريكاتير لو فتح مجال للناس يطرحوا له قضايا، بيطرحوا له عشرات القضايا التي يرسمها، وكل واحد معه مأساة في البيت، مأساة في الشارع، مأساة في العمل، مأساة. الفكرة موجودة، لكن أنت كيف تنتج هذا العمل؟ كيف تستخلص الفكرة وتحولها إلى خطوط مؤثرة تطرح أثر عند الناس؟ الكاريكاتير أنا بالنسبة لي أحيانا يأخذ دقائق، يعني بعض الأفكار قد تأتيني الفكرة بدقائق، وبعض الأفكار قد تأخذ مني ساعات، بعض الأفكار قد تأخذ مني أيام.
وبعض الأفكار فعلا أعجز، يعني بعض المواضيع أعجز عن الرسم لها، ممكن أجلها إلى أشهر حسب الحالة النفسية التي يمر بها الرسام، حسب قوة الفكرة وقوة الكاريكاتير. لكن بشكل عام الكاريكاتير يخلق أثر إيجابي كبير عند الناس. شخصية أقلام طبعا كانت شخصية عفوية تلقائية بدون أي تخطيط، يعني أنا ما كنتش على بالي أن أنا أنتج شخصية ثابتة في رسوماتي الكاريكاتيرية. أنا احتجت أن أستخدم شخصية المجنون في إحدى الأعمال، اليوم الثاني احتجت أن أنا أستخدم نفس الشخصية، اليوم الثالث أيضا احتجت أن أنا أضغط بنفس الشخصية. الجمهور بدأ ينبهني ليش استخدمت هذا المجنون بالذات. بعضهم اقترح لماذا لا تبحث له عن اسم. فعلا بدأوا يلفتوا انتباهي إلى أهمية الشخصية، وأن شخصية بدأت تؤثر بالناس. وفعلا بدأت أثبت الشخصية في أعمال كثيرة، بدأت أبحث له عن اسم معين، وأخذ مني وقت طويل حتى توفقت يعني باسم عقلان، كان الحمد لله اسم مناسب. والحمد لله الشخصية محببة إلى حد الآن، تقوم بدوره. شخصية عقلان شخصية قد تكون يعني لا يحل مشاكل، لكن يحرض على حل المشاكل. رسالتي الأخيرة للفنان الكاريكاتير أن يكون عنده رسالة وعنده أمانة. فن الكاريكاتير فن خطير وسلاح ذو حدين، يؤثر بالناس فعلا. أمانة في عنقه أنه يؤدي رسالته. وأنا أشوف الناس أنه بدأت تنمى لديهم ثقافة الوعي، بدأوا يفهموا بهذا الفن وبغيره من الفنون. أتمنى أنه أتمنى أنه البلاد تخرج إلى حل، يعني الأمانة أتمنى أنه اليمن يعود لي استقراره وأمنه.